نشأ أبو الفضل العباس عليه السلام نشأة صالحة كريمة في ظلال أبيه رائد العدالة الاجتماعية، فغذاه بعلومه وتقواه، وأشاع في نفسه النزعات الشريفة والعادات الطيبة ليكون مثالاً عنه، كما غرست أمه السيدة فاطمة في نفسه جميع صفات الفضيلة والكمال، وغذته بحب الخالق العظيم، فجعلته في أيام طفولته يتطلع إلى مرضاته وطاعته، وظل ذلك ملازماً له طول حياته. ولازم أبو الفضل أخويه السبطين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة، فكان يتلقى منهما أسس الآداب الرفيعة. وقد لازم بصورة خاصة أخاه أبا الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، فكان لا يفارقه في حله وترحاله، وقد تأثر بسلوكه، وانطبعت في قرارة نفسه مثله الكريمة وسجاياه الحميدة، حتى صار صورة صادقة عنه. وقد أخلص له الإمام الحسين كأعظم ما يكون الإخلاص، وقدمه على جميع أهل بيته لما رأى منه من الود الصادق. إن المفاهيم التربوية الصالحة التي ظفر بها سيدنا أبو الفضل العباس عليه السلام قد رفعته إلى مستوى العظماء والمصلحين الذين غيروا مجرى تاريخ البشرية بما قدموه من التضحيات الهائلة في سبيل قضاياها المصيرية وإنقاذها من ظلمات الذل والعبودية.